السلام عليكم يا شباب في الساحة. أود وجه التركيز على 3 نقاط مهمة هي في هذه المرحلة. النقطة الأولى متعلقة بالقرارات التي تصدر عن الحكومة التي نزعتم عنها الشرعية. لا يكفي فقط نزع الشرعية عن الحكومة، بل أيضا عن أي قرارات تطلع من هذه الحكومة، ومنها قرارات إعادة قيادات سابقة في النظام ورجال كان يعتمد عليهم النظام، بالذات في مراكز أمنية وفي مراكز إعلامية وفي مراكز مساعدة في أي من هذه الوزارات. فالتوافق إن كان هناك يعني في نص في تنفيذ المبادرة يقول أن القرار لن يتخذ إلا بالتوافق، هذا التوافق يعني أن سيكون هناك في كل الوزارات ما زال موجود القيادات القديمة والقيادات الحديثة، هذا يعني أن النظام لم يسقط، وسيتم للأسوأ من ذلك ترسيخه وتجديره وإعادة الأشخاص السابقين الذي كانوا استقالوا من مناصبهم، إعادتهم بصك قانوني جديد وبشرعية الثورة. هذا يعني إعادة شرعية النظام بشكل يعني تشارك فيه المشترك، يعني بكرة حتى لو خرج المشترك من الحكومة هو قد أعاد شرعية النظام مرة أخرى بمن استقالوا، وبالتالي علينا أن نرفض أي قرار يعيد أي من هذه الوجوه القديمة. النقطة الثانية علينا أن نركز عليها، لا تستسلموا لأي إغراءات سيحاول فض الساحة سواء بالضغط من خلال منع التغذية عن الساحة، والشيء الثاني لا تستسلموا الإغراءات. وعلينا أن نركز على نقطة مهمة، الذين بدأوا الثورة هم فقط من حقهم أن ينهوها وليس من انضموا لها والتحقوا لها، هذه النقطة فقط عليهم أن نركز عليهم في هذه المرحلة. شكرا.